مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، خصصناها اليوم عن استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات اسيا التي ستقام في الامارات 2019. للأسبوع الثاني على التوالي يواصل المنتخب اليمني معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات في يناير المقبل. رغم الظروف التي يمر بها الوطن والضغوط المحيطة، إلا أن المنتخب يبدو عازما على تحقيق منجز رياضي على مستوى الكرة الآسيوية. تم اختيار تشكيلة المنتخب وفقا لمعايير فنية وبدنية، وإلى حد كبير نجحت قيادة الاتحاد في تجاوز كثير من التحديات والعراقيل نظرا للوضع السياسي السائد، لكن ثمة تحديات فرضت نفسها ومن المؤمل تجاوزها، تمثلت في توقف المنافسات الرسمية والدوريات المحلية منذ أواخر عام 2014 نتيجة الانقلاب وتداعياته، إضافة إلى شحة الموارد وتعقيداتها البيروقراطية ما انعكس على المستوى التأهيلي للمنتخبات الوطنية عموما. في حلقة اليوم نناقش استعدادات المنتخب وفرص الفوز وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجه في هذه البطولة. سيكون معنا عبر السكايب من الدوحة رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي الأستاذ بشير سنان، وسيكون معنا من الدوحة الكابتن حميد شيباني أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم، وعبر الهاتف سيكون معنا من الرياض الكابتن محمد النفيعي نائب مدير المنتخب الوطني أو نائب مدير المدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم. أرحب بالأستاذ بشير، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخي بشير، ومساء الخير على جميع المتابعين الكرام. أهلا بك أستاذ بشير. في البداية، كيف تتابع استعدادات منتخبنا الوطني؟ ربما لم يبقى إلا أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس آسيا، هذا المنجز الرياضي الذي لأول مرة تصل اليمن فيه منذ عهد الوحدة اليمنية، لكن ربما لم يكن بذلك المستوى من التأهيل من الاستعداد لهذه البطولة الهامة. هو بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية أصبحت صفة دائمة، ليس لاتحاد كرة القدم ولكن كل المنتخبات والبعثات الرياضية اليمنية، حتى في عز الاستقرار وعز الظروف تهيئ الظروف تبقى استعداداتنا دائما متأخرة، لكن نقول أن الذي تم بالتعاقد مع المدرب جان كوسيان أمر جيد، ومعنا فترة شهرين هي ليست كافية، لكن في هذا التوقيت وفي هذه الظروف الاسم القيمة الفنية للمدرب اسم كبير ولاعب سابق من المنتخب تشيكوسلوفاكيا ولعب في ضمن نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا ودرب العديد من المنتخبات، وإن شاء الله أنه يحقق مع لاعبينا ما يتمناه عشاق كرة القدم. نعم. طيب، الآن المعسكر التدريبي الآن المقام في المملكة العربية السعودية كما تعلم أستاذ بشير ربما جاء متأخر، ومع ذلك أيضا ربما معظم اللاعبين الذين انضموا للمنتخب كانوا في دكة الاحتياط، كيف يمكن لهذه المدة البسيطة أن يعمل المدرب على خلق الانسجام وإعداد المنتخب بالصورة التي تصل إلى هذه البطولة الهامة؟ هو في أغلب الأحيان رهاننا الدائم على الروح المعنوية للاعبين، مع أنه عمليا وفي كرة القدم الآن في علم تدريب كرة القدم لا يوجد الروح المعنوية غير، والجانب التدريبي أو الجانب النظري والتطبيقي غير. لاعبون سيواجهون المنتخب السعودي، للأسف تابعت تشكيلة المنتخب السعودي التي أعلن عنها الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزل بالتشكيلة الكاملة وكأنه سيلاعب البرازيل أو الأرجنتين وليس منتخبنا الوطني. كل الأمنيات للاعبين إن شاء الله، نتمنى المدرب أن لا تكون النتيجة لا تؤثر نتيجة المباراة أيا كانت على اللاعبين وعلى مستوياتهم مستوى الحماس لديهم خلال المشاركة القادمة في نهاية كأس آسيا. كنت أتمنى أن تكون المباراة مع منتخب بالتدريج مع منتخب أخرى، لكن أيضا هي جانب مهم، اللعب مع المنتخب السعودي شيء كبير جدا جدا بالنسبة لنا كمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يستفيد اللاعبين من المباراة، وكذلك يضع المدرب نفسه في صورة حقيقية أمام اللاعبين ومستوياتهم المختلفة، وكل الركون سيكون على اللاعبين المحترفين، لأن اللاعبين الذين جاءوا عبر مساعدة المدرب الكابتن محمد النفيعي في حضرموت ربما أغلبهم شباب تنقصهم الخبرة، وربما أغلبهم لم يلعب مباريات تنافسية منذ فترة طويلة، بالتالي كل الرهان على لاعبين محترفين، 8 لاعبين في الدوري القطري
وثلاثه في الدوري العماني واخر في ملاعب متفرقه. نتمنى ان شاء الله ان يقدم منتخبنا ما يسعد جماهير كره القدم. نعم استاذ بشير، يعني تحدثت على المنتخب السعودي وهذه الاستعدادات، وكان معهم ايضا البطوله التي شارك فيها البرازيل و الأرجنتين، ولعب المنتخب السعودي مع منتخبات عالمية كبيرة، وسيواجه في مباراة ودية المنتخب اليمني يوم الجمعة المقبلة. برأيك هل هذه المباراة الودية ستنعكس إيجابيا أم سلبا على نفسية اللاعبين اليمنيين، لا سيما تعلم إمكانيات منتخبنا وأيضا الظروف الذي يمر بها والآن تجمعه من خلال أسبوعين؟ هي بالنسبة للمباراة المنتخب السعودي، أنا كنت مطلع على تقدم الاتحاد اليمني بأكثر من مرة بطلب لعب مباراة مع المنتخب السعودي خلال الفترة السابقة. ربما ساعدتنا الظروف الحالية على موافقة المنتخب السعودي. المنتخب السعودي منتخب كبير من أفضل المنتخبات على مستوى قارة آسيا، وقدم أداء لافتا أيضا في كأس العالم رغم الخسارة برباعية في الافتتاح أمام المنتخب الروسي. لا شك بأن الفائدة الكبرى للاعبين هي الدخول في جو المنافسة الذي افتقده اللاعبون منذ فترة، حتى مع التصفيات التي لعبناها في التصفيات التأهيلية لم تكن مباراة بحجم المباراة التي سيلعبها اللاعبون بعد يوم الخميس أمام المنتخب السعودي. المنتخب السعودي أيضا سيلعب مع منتخبنا وسيلعب مع المنتخب الأردني، وهذه المباراة مهمة بالنسبة له على مستوى تحسين التصنيف العالمي للمنتخب. هم يبحثون عن تحسين للتصنيف وأمور أخرى لا مكان لذكرها الآن هنا، لكن في كل الأحوال مباراة مكسب كبير كبير جدا جدا للمنتخب. أتمنى أن يسعى القائمون للاتحاد في الاتحاد اليمني لكرة القدم على تنظيم مباريات بنفس القوة مع منتخبات خليجية أخرى. ومعنا ما شاء الله الدكتور حميد شاباني، رجل صاحب علاقات واسعة جدا جدا، بالإمكان أن يأتي لنا بأي منتخب قوي بعد المنتخب السعودي على الأقل، يعني خلال الشهرين القادمين نلعب ثلاث مباريات بعد الى جانب المباراه امام المنتخب السعودي، سيكون ربما استعداد شبه مناسب ان شاء الله. نعم. طيب ابقى معي استاذ بشير، نشرك معنا في الحديث من الرياض الكابتن محمد النفيعي مساعد مدرب منتخبنا الوطني لكره القدم. مساك الله بالخير كابتن محمد. كابتن محمد، اذا ربما فقدنا الاتصال، ساعود اليك استاذ بشير من جديد. فقدنا الاتصال بالكابتن محمد النفيعي. طيب الان هذه المباراه التي تامل استاذ بشير ان تكون في قادم الايام، ويستغل هذه الفتره البسيطه من اجل ان على الاقل خلق انسجام بين اللاعبين وبين المدرب الجديد. اذا تحدثنا عن امكانيه المدرب، هل هو بمستوى بطولة كآسيا، وهل يملك القدرة من خلال متابعتك لتاريخ هذا المدرب أستاذ بشير قادر على خلق تحول جديد ربما يقدم المنتخب بصورة اللائقة بهذه البطولة؟ هو شوف، كل ما مثل ما انتقدنا اتحاد كرة القدم سابقا، نوجه لهم الشكر على استقدام هذا الاسم الكبير في عالم التدريب، الكابتن جان كوسيان أو المدرب جان كوسيان، لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقا قبل انفصال تشيكوسلوفاكيا. ايضا درب منتخبات كبيره مثل النمسا وسلوفينيا وانديه اوروبيه كبيره مثل هانوفر وروتشل البولندي. هو اسم وقيمه فنيه عاليه، والسيره الذاتيه المدرب حقيقه تليق باسم المنتخب اليمني وبمشجعي المنتخب اليمني. كل ما نأمله ان يعني كان الود ان ياتي المدرب في وقت اكثر جهوزيه، في وقت كان هناك منافسه على مستوى الدوري، كان امور مستقره، لكن شاءت الظروف ان ياتي المدرب في مثل الظروف التي تمر بها بلادنا، وايضا في مده قصيره قد ربما لا تساعد المدرب، وقد يكون المدرب هو الضحيه القادمه اذا لا قدر الله وحصل اي انتكاسه بالنسبه لمشاركه المنتخب او المباريات في كاس اسيا. ستكون قويه جدا، المنتخبات التي معنا في المجموعه قويه جدا وصاحبه كعب عالي في القارة، بالتالي نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للاعبين، ورهانا كبير أيضا كما قلت على الروح المعنوية للاعبين، وأيضا على الدعم والمساندة. هي فرصة، أنا أدعو جميع الجماهير الرياضية اليمنية سواء في الإمارات العربية المتحدة أو الجماهير الرياضية في اليمن أو في مختلف المناطق، لنحشد دعم ومساندة وتشجيع وحملات لمساندة لاعبينا، ويكون الحماس مفعم يعني كما كان الحماس في مع المنتخب في مباريات خليجي 20 في الرياض، خليجي 21 في الرياض. ايضا هي مناسبه ندعو الجماهير الكره اليمنيه في المنطقه الشرقيه في الدمام لحضور ومسانده منتخبنا امام المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اهتز امام منتخبنا في الرياض بفعل الجماهير،
اضافه الى المستوى الذي قدمه اللاعبين والمستوى الفني الذي قدمه اللاعبين، كان للجماهير دور كبير في 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 مؤازره اللاعبين واعطائهم دفعات معنويه عاليه لظهور المنتخب بالاداء المشرف. نعم. طيب استاذ بشير، ينضم الينا الان من جديد الكابتن محمد النفيعي. مساك الله بالخير كابتن محمد. مساكم الله بالخير، واحيي سعيد اني متواجد في قناه بلقيس، واشكرهم على متابعتهم لاخر مستجدات المنتخب الوطني، واحيي ضيفك الاستاذ بشير سنان الصحفي المرموق. نعم كابتن محمد، اين تقفون اليوم انتم كقياده للمنتخب الوطني لاول مره يصل الى بطوله كبيره مثل البطوله الاسيويه؟ لم يتبقى ربما اقل من شهرين على هذه البطوله، وانتم لم تبداوا الا من اسبوعين تقريبا كوصول مدرب وايضا كمعسكر تدريبي. في البدايه كما تعلم انه يعني للامانه يعني انه تواجدنا في بطوله في نهايه اسيا ويعتبر اعتقد لاول مره ان المنتخب اليمني يتواجد في هذا المحفل التاريخي نهايه اسيا. ونحن بدانا بالنسبه للمنتخب الوطني بدانا في معسكر في المقلعه، يعني حاولنا بقدر الاستطاعه ان نختار لاعبين يضافوا الى اللاعبين المحترفين الذين يتواجدون في عمان وفي قطر وفي بعض الدول. فحرصنا ان نختار يعني لاعبين من تشكيلتها معظمها من الشباب. ايضا في معسكر المقلع حاولنا بقدر الاستطاعه ان نعمل على رفع الجانب البدني. انتقلنا الى الرياض للمعسكر الخارجي، وانضم الى المعسكر المدرب الاجنبي كوسان ومدرب اللياقه وكذلك مدرب حراس المرمى. والحمد لله الان نحن في الاسبوع الثاني ونعمل بوتيرة عالية في فترتين صباحية ومسائية من أجل رفع المستوى الفني للمنتخب. ونحن مصرين وفي تحدي اللاعبين وجهاز فني وإداري واتحاد إن شاء الله أن نعمل على أن يكون المنتخب يشرف الكرة اليمنية. نعم. طيب كابتن محمد، الأماني كبيرة بالتأكيد، وأنتم يعني تأملون ونحن نأمل كجمهور رياضي وأيضا الشعب اليمني من خلفكم أن تحققوا إنجاز رياضي جديد، لكن عندما نتحدث بلغة الأرقام عن إمكانيات لاعبينا، ربما معظم اللاعبين صحيح أنهم محترفون في العديد من الأندية خارج اليمن، لكن ربما معظمهم في دكة الاحتياط. كيف يمكن يعني إعادة الثقة لهؤلاء اللاعبين بأنفسهم وتأهيلهم لهذه البطولة الكبيرة؟ يعني انت كما تعلم انه للامانه يعني انا وتصرحت من سابق انه المجموعه قويه وصعبه. يعني تخيل عن المنتخب الايراني كيف كان كعبه عالي في نهايه كاس العالم، ايضا المنتخب العراقي الذي يعني من يعتبر من اسيا، اضافه الى المنتخب الفيتنامي يعتبر من منتخب متطور. لكننا يعني نحاول بقدر الاستطاعه بوجود المحترفين الذين يلعبوا وكذلك يعني اضافه الى اللاعبين المحليين ان نعتمد اولا على الروح القتاليه، وكذلك ان شاء الله باذن الله انه لاعبين دائما هم عند الحدث يعني بيقدموا اداء ومستوى راقي ان شاء الله. نعم. طيب كابتن محمد ابقى معي، وايضا الاستاذ بشير السنان. سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه هذه الماده التي جاءتنا خاصه ل تدريبات منتخبنا الوطني واستعداداته لبطولة آسيا. نتابع هذه المادة ومن ثم نكمل الحديث، ابقوا معنا. Yeah.
إذن ربما هذا جانب من استعدادات منتخبنا الوطني لكرة القدم لبطولة آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات. وشكرا للزميل سميح المعلمي الذي أرسلنا هذه المادة الخاصة لتدريبات المنتخب الوطني. أعود إلى الدوحة مع الأستاذ بشير سنان رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي. أستاذ بشير، سمعت الكابتن محمد النفيعي وهو ربما من المعنيين الرئيسيين يعني استعدادات المنتخب وتأهيل المنتخب لهذه البطولة الهامة، لكن كما ذكرت سابقا الأماني كثيرة لكن الإمكانات ربما يعني ضعيفة جدا والوقت أيضا ضيق جدا. الجهود التي قام بها الاتحاد والجهود التي قام بها الطاقم الفني للمنتخب، هل هي عند مستوى هذه البطولة أستاذ بشير؟ الحقيقة الجهود ليست بالمستوى مع كل الاحترام والتقدير لما بذل. يعني انت المنتخب اليمني تأهل بالضبط في 27 مارس 2018، ومن مارس 2018 الى يومنا هذا ياتي المدرب خلال هذا الشهر قبل شهرين من البطولة. لا يعني نكون صريحين، ليست الجهود التي عند مستوى الطموحات، لكن عملوا كثر الله خيرهم. يعني جابوا مدرب اسم كبير، كنا نتمنى ان ياتي المدرب في وقت اكثر يعني في وقت ابعد من تاريخ البطوله، حتى يقف على مستوى اللاعبين، حتى يتابع اللاعبين المحترفين. يعني جاء المدرب على تشكيله جاهزه، سينظر اللاعبين، يعني تقريبا التشكيله شبه معروفه او محسومه، ونحن كجماهير نعرفها قبل ان تبدا البطوله. المدرب جاء على لاعبين جاهزين، لم يشاهد اللاعبين المحترفين، لم ايضا اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في اليمن اللي اختارهم الكابتن محمد النفيعي على اي اساس تم الاختيار؟ يعني الاختيار ما فيش دوري قائم حتى يتم اختيار لاعبين ذو تنافسيه عاليه، ذو جوده عاليه. لكن بالاول والاخير نقول حسب الظروف، كثر الله خيرهم ما قصروا. نعم. يعني كنت اتمنى ان يكون من بدري، ان تكون الاستعدادات من بدري، لكن هذه ظروفنا وهذا واقعنا وهذا حال الرياضه اليمنيه بشكل عام، والاتحاد اليمني لكره القدم يعتبر الافضل بين كل الاتحاد. نعم. طيب استاذ بشير ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من الدوحه امين عام الاتحاد اليمني لكره القدم الدكتور حميد شيباني. مساك الله بالخير دكتور حميد. مساء النور اخي. مرحبا بك دكتور حميد. ربما السؤال الأهم من الشارع الرياضي في اليمن، لماذا تأخرت المعسكرات الخاصة بمنتخبنا الوطني رغم التأهل في شهر 4، لكنكم الآن بدأتم المعسكر من أسبوعين؟ أخي العزيز ومساء الخير أول لك ولمشاهدينك الكرام واهتمامك، أنتوا عارفين الظروف اللي نحن نشتغل فيها، و احنا كنا نتمنى طبعا من بدري ونلعب مباريات وديه من بدري، لكن ما فيش ميزانيه الدوله، ما فيش معانا دعم. في الاخير تفهمنا معالي الوزير البكري معانا واتفقنا على تغطيه جزء من الصرفيات، واهم شيء كان بالنسبه لنا المدرب الاجنبي. نعم. والحمد لله يعني الى الان تعاون قائم بيننا وبين الوزاره، وتعاون نعتبره انا بالنسبه لي من خبرتي نموذجي الى الان، وان شاء الله يستمر، لانه انت عارف كمان البيروقراطيه كبيره جدا، وزاره الماليه ما تمشيش الامور على سهل، لكن بدعمكم تشجيعكم وايضا انتم حثكم الجهات بالذات وزاره الماليه انه تمشي الامور لا تعرقل المنتخب. نعم. انت عارف احنا الان معانا الاولمبي ونحاول نبدا من تاريخ 20 في هذا الشهر، علشان نتجنب هذا السؤال ليش تاخروا؟ صحيح. التاخير كان بسبب مادي. نعم. ولكن دكتور الجهود التي ربما أثمرت في النهاية لهذا المعسكر التدريبي وأيضا الجهود التي أثمرت في جلب مدرب أجنبي بهذا المستوى للمنتخب، يعني لماذا لم تكن يعني هذه الجهود من قبل حتى تكون الاستفادة أكبر ويكون ربما انسجام المنتخب وأداء المنتخب أفضل؟ لأن الوقت بالتأكيد ليس بصالحكم.
أخي العزيز دعني أكلمك بصراحة نعم دون أي رتوش. المدرب الأجنبي يعني مع المساعدين حقه يشتي 20,000 دولار أقل شيء شهريا. نعم. أنا لما أجيب مدرب ب20,000 دولار وين أحطه يشتغل؟ لازم يشتغل خارج اليمن. نعم. خارج اليمن معناته لازم تكون معسكراتي خارجية وشوف من تذاكر سفر ونفقات، يعني اللاعب ما يكلفنا أقل شيء 150 دولار في اليوم، من فين بنجيب هذه الفلوس؟ لو نعم. كانت بلدنا في منطقة يعني الأقارب مسموح يروحوا كان جبناها بدري قلنا تعال اليمن 2020 غدا تعال اشتغل في اليمن معسكر، لأنه بيجيب لاعبين بيدخل لاعبين بيخرج لاعبين. أعطيك مثال الآن عشان نعم. أنا لو اشتي أغير 5-6 لاعبين تأشيرات، مشاكل التأشيرات، مشاكل السفر، مش الأمور يعني نعم. نشتغل في ظروف غير عادية. نعم. لكن حرصنا الحقيقة والدعم اللي نحصله أيضا مباشرة قبل لا ننكر الحق من الشيخ حمد صالح العيسي، وبيشجعنا بأن نستمر في هذا المجال. نعم. دكتور حميد، البعض يقول ممن يتابعون الشأن الرياضي بأن أي منتخب يصل إلى آسيا تكون له مستحقات مالية من الاتحاد الآسيوي كبيرة، يعني ويقول لماذا لم تستفيدوا من هذه المبالغ في إعداد المنتخب؟ شوف، بالنسبة للبطولات العادية ولا في ريال، لا تصدق، هذه أول مرة احنا نتأهل لكأس آسيا، في هناك 200,000 دولار، ما أعلن هذا رسمي، ما تغلط فيه ولا حاجة. نعم. 200,000 دولار نحن شجعتنا على حفظ موضوع المدربين. شوف الآن نحن طبعا المدرب نحن نص الوزارة نص، تكاليف المدرب طبعا أنت عارف تذاكر سفر ويعني سفر، والآن اشتري معسكرات، الآن عندك مباراة ودية بعد تاريخ 16 بلعب مع السعودية، تاريخ 20 بلعب مع الإمارات، بعدين معك 3 مباريات في قطر مع أفغانستان مع نعم. يعني الآن منتظرين فقط قطرة لبنان، ويعني بنلعب والأردن. نعم. مباراة منتخبنا مع الإمارات، مباراة منتخبنا مع الإمارات، تم التأكيد على هذه المباراة الودية. تأكيد تأكيد خلاص، يعني نحن في مرحلة الحجز والأمور هذه. ستكون متى في تاريخ كم؟ يروح يلعب بدل سفر، أقل حاجة تعطيه 500 دولار. يعني نعم. مش الأمور يفتكروا الناس إنه نعم. يعني نحبخل مننا ولا إحنا مثلا مش نصرف فلوس. نعم. دكتور حميد، يعني ربما الجميع يشكر جهودكم حقيقة في الاتحاد، ويعني يعني تواجدكم المستمر ودائما حرصكم على يعني أن بقاء المنتخب ولو بالصورة الأدنى للمشاركة في البطولات الدولية بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لكن أيضا هناك أيضا قصور كبير، يعني ربما عدم مبالاة في التسريع بأي عمل تقومون به حتى تستفيدون أنتم منه وينعكس على الكرة اليمنية بشكل أفضل، لماذا برأيك؟ شوف، نحن لا ندعي الكمال أول شيء، تمام، نحن نشتغل في ظروف حرب. نعم. يعني نحاول نقضي على أي صعوبات بقدر المستطاع. أنت تعرف يعني اليوم هل ممكن تطلع دولار أنت من اليمن؟ أنت يعني فاهم ظروف البلد. نحن نتمنى أن تقوم معسكرات، تقوم معسكر السعودية، تقوم معسكر قطر، تحضر مباراة الإمارات. شوفوا كم من هنا، نحن ما نحبش نشهر باللاعبين، إيش نصرف، إيش نعالج، إيش نعمل الاشتراك، الحين تذاكر، عندك مشاكل اللاعب المحترفين، تعمل لهم تذاكر، حجوزات، يعني نعم. كلها فلوس اخي، فلوس عمله صعبه. نعم. ما فيش معك، ايش بتقول معك دوله بتحجز لك بالطيران الوطني؟ ما فيش. نعم. دكتور حميد، أنا اتمنى انه كان من يوم التاهل نبدا المعسكر يكون دائم مستمر. نعم. نفس الشيء الان الاولمبي، احنا اذا بدانا في 20 نعتبر المره دي بدانا سريع من نعم. 20 لمارس. دكتور حميد، سنتحدث عن جزئية المنتخب الأولمبي، ربما الآن هناك تداخل ما بين المنتخب الوطني لأن معظم اللاعبين من المنتخب الأولمبي، لكن اسمح لي أعود لي الأستاذ بشير وأيضا الكابتن محمد النفيعي، ومن ثم أعود إليك، ابقى معي تكرما، أعود للكابتن محمد النفيعي. كابتن محمد، أنتم الآن كطاقم فني مسؤول على المنتخب في تقديم صورة جميلة وإنجاز رياضي في هذه البطولة الهامة، ما الذي ينقصكم؟ ما الذي ترى بأن هناك حاجة ملحة يجب على قيادة الاتحاد أن توفرها لكم؟ للأمانة مش مجامل، أنا يعني نشكر قيادة الاتحاد في ظل الظروف الصعبة هذا أنه يعني موفرين لنا المعسكرات، بدءا من معسكر المكلا وإضافة إلى المعسكر الرياض، ونعم مستبشر الآن بكلام الدكتور حميد وأحييه على يعني لجهودها الجبارة اللي بذلها من أجل توفير مباريات. للأمانة نحن محتاجين أكثر شيء المباريات الودية، لأنه في المباريات الودية بالذات يعني مع منتخبات كبيرة زي المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي
التي مقاربه يعني المستويات المنتخبات التي سنلعب معها، فاحنا محتاجين اكثر شيء للمباراه الوديه. ولا يعني الان يعني من خلالكم الدكتور يبشرنا بال في المباراه الثانيه تكون مع الامارات وان شاء الله المباراه اللي بعدها، فهذه اللي ينقص المنتخب. نعم. طيب كابتن محمد، اعود لي ايضا الاستاذ بشير سنان. استاذ بشير، انت ايضا سمعت من الدكتور حميد وربما يعني في قياده الاتحاد يبذلون جهود كبيره، لكن ان كانت هناك نقاط يعني ترى بان الاتحاد او قياده الاتحاد تجهلها او لا توليها اهتمام كبير، ما هي؟ الدكتور حميد يسمعنا الان. امسي على مساء الخير على الدكتور حميد شيباني وعلى الكابتن محمد النفيعي مره اخرى. الدكتور حميد تكلم على مباراه المنتخب الاماراتي، بصراحه جعلني ابتسم. يعني انت تلعب مع السعوديه والامارات في ظرف اسبوع، شيء جميل جدا جدا وجهود مشكوره. ومثل ما قلت يعني وقال الدكتور اننا نشارك في ظروف خاصه وظروف استثنائيه، ظروف حرب. بالتالي احنا كاعلام رياضي لابد ان نوجه كل الشكر لاتحاد كره القدم، والعتب ايضا نتركه على جنب ونترك له مساحه من العتب، لكن لا ننكر ايضا الجهود التي بذلت خلال الفترة القصيرة قبل شهرين من انطلاق منافسة كأس آسيا. بدأ التحرك الآن، مباراتين قوية مع السعودية والإمارات تم التأكيد عليها، وكما قال الدكتور أيضا معسكر في قطر. نحن كإعلام، وكأتكلم باسمك الجمعية الأمنية للإعلام الرياضي، دائما منمد أيدينا لكل الاتحادات الرياضية، لكل منتخباتنا الرياضية. ويعلم الدكتور حميد أنني أحضر وأنت كذلك أخي بشير حضرنا معنا الكويت على نفقتنا الشخصية لتشجيع المنتخب وإلى آخره. نتمنى أن يكون للاتحاد إسهام كبير في مد خيوط التعاون بين الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي وبين اتحاد كرة القدم. نحن لدينا الآن خطة لإطلاق حملة جمعية إعلام، أكثر من 200 إعلامي سيطلقون حملة لدعم ومساندة المنتخب خلال الفترة القادمة. نترك أي انتقادات، نترك أي خلافات، الأهم أن نركز على المنتخب في المرحلة القادمة. وأتمنى مثل ما هذه المبادرة الآن على الهواء يسمعني الدكتور، أننا نمد أيدينا للاتحاد اليمني وأن يبادر الاتحاد كذلك بمد خطوط التعاون والتنسيق مع الجمعية اليمنية لدعم المنتخب خلال الفترة القادمة. نحن جاهزون، سنحضر، لن نكلف الاتحاد اليمني أي ريال. أقولها لك على الهواء مباشرة ويسمعني الدكتور. نعم. فقط نتمنى أن يوجد تعاون ودعم معنوي فقط وتواصل. نعم. دكتور حميد شيباني، إذن ما المانع أن يكون هناك تعاون بينكم وبين أي كيان رياضي ما دام التوجه ومساندة ودعم المنتخب الوطني وخلق روح مؤازرة للمنتخب في هذه البطولة؟ أخي العزيز، أنا أول أشكر ضيوفك وأشكر الأستاذ بشير والكابتن نفيعي، بدأ في إعداد المعسكر هذا بظروف صعبة. بالنسبة للتعاون والإعلام، أنا من هنا كما أقول لك أول مكتبي مفتوح، أنا منتظر زيارة الأخ بشير لمكتبي. نحن مستعدين ننسق ونسهل، وزي ما قال نحن مش خسرانين، نحن هي فقط رسائل وتوصيات، وممكن نخاطب اللجنة المنظمة لكأس آسيا بالنسبة للإعلاميين. لكن نحن نريد من الأخوان اليمنيين أنه يجهزوا أنفسهم للمشاركة، يعني ايام العزه هذه كنا نشل 30 40 اعلامي ما عادش معنا امكان. صحيح صحيح. لكن انه صحيح احنا نعمل توصيات، نعمل رسائل، نطلب تاشيرات، نحن جاهزين. صحيح. وموقع الاتحاد مفتوح، والاخ محمد الخميسي مسؤول عن مكتبي في الدوحه، واحنا جاهزين وانا مرحب. اذا هذا بشير، هذا وعد من الدكتور حميد، وهذا ربما كما عهدنا دائما مكتبه مفتوح للجميع، لكن فقط يجب ان ترشد فعلا مثل هذه الفعاليات ايضا الحضور، يكون هناك حضور نوعي، من يحضرون لهذه البطولات يمثلون اليمن بالصوره الجميله، ليس بتلك الصوره ربما التي تعكس صوره سلبيه او يعني عدم تنظيم وعدم تنسيق فيما بينها. بشير، اذا هذا وعد لك ولكل الجماهير الرياضيه بانه الاتحاد يعني فاتح أبوابه للجميع، لكن فقط هي عبارة عن ترشيد واتخاذ الخطوات المهمة التي تقدم اليمين بالصورة الجميلة. طيب دكتور، إذا انتقلنا للنقاط الأهم الآن، هناك تداخل ما بين المنتخب الأولمبي ومنتخبنا الأول الذي سيشارك في البطولة، ربما نصف اللاعبين من المنتخب الأولمبي، وهناك الآن توجه ربما من الكابتن سامي نعاش بجمع هؤلاء اللاعبين، كيف ستوافقون يعني ما بين المنتخب الوطني وما بين اللاعبين الذي يريدهم المنتخب الأولمبي بقيادة سامي نعاش؟ شوف أخي، احنا كل ما وسعنا قاعدة اللاعبين كل ما كان في مصلحة المنتخب. نحن جلسنا مع الجهاز الفني الأجنبي
وقال استفيدوا من تجربة اللاعبين المحترفين. أنتوا الآن 13 لاعب محترف أجو قبل مباراة بيومين، نحن بنقربهم بنختار منهم. أنا طبعا قال أتابع مباراتهم بالتلفزيون كذا. اللاعبين اللي موجودين الآن في الأولمبي ويتدربوا مع الأول ويلعبوا مبارات ودية يعتبروا كأنهم محترفين بالنسبة للأولمبي. نعم. يجهز فريق آخر وفي الأخير هيجوا كلهم جاهزين للأولمبي، مش هيجوا من البيوت. نعم. طيب. في الوقت اللي يكون أيضا المدرب قرب أكبر عدد ممكن في المعسكرات الداخلية. نعم. وفي مباريات الودية. نعم. على ما تراهنون كابتن حميد في هذه البطولة إذا كانت يعني وضع اللاعبين بهذا المستوى؟ كما تعلم ربما معظم اللاعبين في المنتخبنا الوطني أو المحترفين هم في دكة الاحتياط، على ما تراهنون يعني على المدرب أم على عناصر أخرى ترونها؟ المدرب جزء مهم، لكن أنا يهمني الروح. نعم. الروح، روحنا كلاعبين كإداريين كإعلاميين نشتغل في اتجاه واحد من أجل المنتخب من أجل اليمن، وأنا متأكد أنه الروح تجي بنصر كمان، مش كل شيء يعني فلوس أو كمان يعني الجانب الفني مهم جدا، لكن الروح كمان تلعب دور. ونحن نريد منتخبنا ينزلوا أبطال في الملعب. نعم. رجال وإحنا خلفهم، لكن هذه الروح كابتن حميد، هذه الروح أيضا بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى على الأقل الجلوس مع اللاعبين، يعني السماع منهم، تلمس ما يريدون ما يحتاجون، لأنه من أين ستأتي الروح إذا كان اللاعب ربما لم يستلم مستحقاته منذ يعني العديد من الهبات التي يعني أو الإكراميات التي خصصت اللاعبين لم يستلموا حتى اللحظة. شوف يعني أنت تعرف أنا ليش أقول لك نشتي منكم لوزارة المالية وبالذات رئيس الجمهورية. نعم. رئيس الجمهورية هذه ثاني مرة في خليج الرياض وعد ما استلمناش لليوم. نعم. في كاس اسيا وعاد ووقع الى اليوم ما استلمناش. احنا نصيح نتابع نروح الماليه نروح كذا نروح، يعني ما في حس عند المسؤولين هذوم. من يعرقل استلام هذه المبالغ؟ لكن بالنسبه للمساعده المقرره لائحه الاتحاد. دكتور حميد استلموا. نعم. دكتور حميد معذرة على المقاطعة، من يعرقل هذه التوجيهات الصريحة من رئيس الجمهورية بصرف مبالغ اللاعبين؟ وزارة المالية. الآن الموضوع كله عند هذا الوزير، والوزير الفضلي هو رياضي للأسف، هو رياضي ورئيس نادي الهلال، كان المفروض يمشي التعليمات. ما مصلحة وزير المالية أن يعرقل أمر صريح للاعبين قدموا إنجاز رياضي يمني ونحن بحاجة لهذه الروح ويشعروا بالاطمئنان وهذا التقدير من أجل أن يقدموا الأفضل؟ أستاذ العزيز أنت ممكن ما احتكتش بالمسؤولين حق وزارة المالية، بتشوف عندهم أولويات بعيد، عايشين في عالم ثاني في كوكب ثاني. نعم. ما بالك الآن لا فلحوا في السياسة ولا حتى خلوا الرياضة، أنتم ما شاغلين نحن. نعم. بكرة كرة كرة كرة. نعم. الوعي ما فيش وعي يا أخي. نعم. ما فيش وعي، ما فيش معنى أهمية الكرة وش أهمية الرياضة، ما فيش. نعم. طيب نحن على كل حال ما فقدنا الأمل، وما زال أنا متفائل أنه هذا الوزير الفضلي بصراحة هو رياضي أصيل، مش رياضي يعني جديد، وإن شاء الله يعني يوصل نداءنا له ونداءكم له. نعم. وجه بأنه تمشي الأمور. نعم. والأمور بتمشي إن شاء الله. هذا واحد. اثنين بالنسبة للاعبين نحن حريصين الآن كل المستحقاتهم بدل سفرهم يستلموها. آخر الملابس نتذكر الملابس، نحن فكونا دورها المعنوي للاعبين. نعم. حق الخروج، حق المطاعم، حق التدريب. دكتور حميد يعني والله دكتور حميد يعني نحن نستضيفك وربما أنت يعني الظهر الوحيد الذي ربما يركن عليها الجميع بالإضافة بقيادة الاتحاد ممثلة بأحمد العيسي، لكن ربما كلما تظهر معنا في وسائل الإعلام تشكي لنا أكثر من اللاعبين أنفسهم، ما ندري ما هو الحل وإلى متى سيستمر هذا الحال دكتور؟ لا الحل هو طبعا نحن دائما الأمل متفائلين، لأنه شوف إذا صلحت الأوضاع وشارك القطاع الخاص والإعلام الرياضي صدقني الأمور بتمشي طيبة، وإحنا عندنا خبرات وعندنا كوادر ونشتغل على الذات، وإحنا يعني صراحة إحنا ممكن نكون في وضع أفضل وأفضل وأفضل. شفت كيف وصلنا في كأس الخليج، كانت بداية لانطلاقة حقيقية لتطوير كرة القدم اليمنية. نعم. اليوم كل الملاعب جمرت، يعني ما أشتكيش أنا على سني محبط، أنا مش محبط. نعم. أنا أشتكي بس أشتيكم تفهموا وضعنا، وده. نعم. في نقد جاهزين كمان. نعم. عندناش مشكلة، إحنا ما نشتي حد يمدحنا، إحنا نشتي ناس ينتقدونا بس يسمعونا صوتهم إحنا. نعم. هذا عشان نرد عليهم، وإن شاء الله إحنا بنشتغل. أنا أقول لك أنا متفائل. نعم. إنه شبابنا يعملوا شيء. نعم. طيب دكتور حميد ابقى معي، وأيضا الأستاذ بشير والكابتن محمد، نذهب نتابع هذه
المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطاء عن المنتخب الوطني والمراحل التي عمل عليها حتى وصل إلى بطولة آسيا، ومن ثم نكمل النقاش. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أعود للكابتن محمد النفيعي من الرياض، مساعد المدرب الوطني لمنتخبنا الوطني. كابتن محمد، على ما تراهنون أنتم كقيادة فنية، يعني ما هي أبرز النقاط التي تلمسها أنت من اللاعبين ومن نفسيات اللاعبين وتراهنون عليها بأنكم ستقدمون يعني مستوى أفضل إن شاء الله؟ كابتن محمد النفيعي. للأمانة من بداية معسكر المقلة يعني لمسنا من اللاعبين انضباط وروح معنوية غير عادية، مثل ما قال الدكتور حميد، إضافة إلى إن شاء الله الأمور الفنية اللي بإذن الله يعني الآن نعمل على تطويرها، نعتمد أيضا على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ثم الروح المعنوية التي هي سلاح للاعب اليمني ودائما يتفوق على أي منتخب. ان شاء الله احنا معتمدين على الله سبحانه وتعالى، ثم الروح المعنويه وايضا الانضباط الموجود في التمارين، هذا يبشر ان شاء الله بخير، اننا ان شاء الله لن نكون فايت سهل باذن الله، واقل حاجه سنكون ان شاء الله يعني سنظهر بمظهر مشرف ان شاء الله. نعم، مستوى الانضباط والحماس من قبل اللاعبين كيف تقيمه؟ يعني اكثر من ممتاز. نعم، يعني انضباط في التمارين، انضباط في المواعيد، يعني روح معنوية في تأدية التمارين. نلاحظ أن اللاعبين مصرين على أن إن شاء الله أن يمثلوا منتخبنا بصورة ممتازة، خاصة أنه إن شاء الله نهاية آسيا منتخبنا الأول مرة يتأهل لنهاية آسيا، فأي لاعب يعني لها الشرف أن يكون متواجد في هذا المحفل التاريخي الكبير، فإن شاء الله يعني اللاعبين يعني إن شاء الله يكونوا عند الهدف، عند المسؤولية. نعم. نعم. طيب كابتن محمد، أعود للأستاذ بشير سنان عبر السكايب من الدوحة. أستاذ بشير، إذا لا شك أن الجانب الإعلامي والحملة الإعلامية التي يفترض أن تساند منتخبنا الوطني هامة جدا، كما سمعت الدكتور حميد الشيباني هو يقول الاتحاد مفتوح أمامكم ويكون هناك تنسيق ومرحب بكم في أي وقت، فقط يجب أن نوحد الجهود من أجل مساندة المنتخب. أنتم كجمعية إعلامية رياضية في اليمن، ما الذي يمكن أن تقدموه أو ما الذي يمكن يعني تعملون عليه حاليا للمساندة المنتخب في هذه البطولة؟ أخي العزيز، احنا شوف بالنسبة لنا كجمعية، الدكتور تكلم في جانب المخصصات المالية التي أو المكافأة التي منحت للاعبي المنتخب الوطني من كأس الخليج في الرياض، وكذلك في كأس آسيا مكافأة التأهل لم تأتي حتى الآن. بالتالي أنت إذا عندك 100 إعلامي يكتبوا في هذا الموضوع في صحف، في مواقع، في قنوات، بالتأكيد هذا سيؤثر على وزير المالية وعلى أكبر مسؤول موجود عندك في البلد، بيهتز بيتأثر. لكن كان هناك فجوة سابقا تقريبا بين الإعلام الرياضي وبين اتحاد الكرة. نحن في الجمعية سنتبنى مثل هذه القضايا، ستكون بالنسبة لنا مخصصات اللاعبين ومكافآتهم والتي لدى الوزارة ولدى مختلف المؤسسات أولوية بالنسبة لنا خلال المرحلة القادمة. كذلك إن شاء الله سنطلق حملة كبيرة جماهيرية لدعم المنتخب، ولدينا تنسيق وتربيطات في الإمارات العربية المتحدة مع الجالية اليمنية هناك لمدعم ومؤازرة المنتخب بجهود ذاتية من الجمعية وكذلك من بعض الزملاء في الجالية اليمنية. أيضا لدينا خطة إعلامية لمواكبة المنتخب، استعدادات المنتخب، المباريات، النهائيات. بالتأكيد إذا ما وجدنا من الاتحاد قبول وتواصل فقط سنكون جاهزين بكل ما يمكن لنا أن نعمله لدعم للمنتخب، لأن مشاركة تاريخية تحتاج من الكثير كإعلام رياضي أن نوحد كل الجهود لدعم اللاعبين، مؤازرتهم، بث الحماس، كل هذه الأمور تؤثر مثل ما قال الدكتور حميد إلى جانب
الى جانب اللي يسموه اللي هي الروح المعنويه للاعبين او الموهبه التي يمتلكها اللاعبين، فان الروح تؤثر بشكل كبير على اللاعب اليمني. نعم. طيب استاذ بشير، اعود للدكتور حميد شيباني. دكتور حميد، ربما البعض يقول هناك قصور منكم في يعني او كجانب علاقات عامه في التواصل مع رجال المال والاعمال لدعم المنتخب لجمع المال، والكثير من رجال الاعمال يعني ربما متفاعلين معكم ويبذلون يعني ويتحدثون بأنهم مستعدين لدعم المنتخب، هل فعلا هناك قصور منكم بالتواصل مع هذه الجهات أو مع رجال المال لدعمكم في هذه المسيرة الرياضية؟ شوف، احنا قد قربنا بس وخلي الطبق مستور. تمام. نعم. ما معنا الشيخ أحمد العيسي، كل ما نروح لهم أقول قد معاكم العيسي تاجر كبير. لكن أول أنا أشتي كمان أكلمك أطمنك على شيء واحد، أنه بالنسبة لمشاركتنا في آسيا كل الاعتمادات متوفرة عندنا كأمانة عامة، من مبالغ مالية، من مرتبات مدربين، من قصة لاعبين، من تذاكر سفر، وبالتالي نفس الاستعداد والحماس اللي مطلوب من اللاعبين موجود عندنا الآن. كل ما فيش يعني ما قلت نقول لك في حاجة ناقص، هذا يعني الحمد لله قلت لك بدعم الشيخ نحن جاهزين، يعني ما فيش عندي أي عذر في هذا الجانب. أطمنك تذاكر سفر، بدل سفر، معسكرات، رواتب مدربين، كله جاهز. نعم. الأمانة العامة بس تصرفه في وقته، يعني شوف كيف. نعم. يعني أمورنا طيبة بالنسبة لمشاركة كأس آسيا، ونريد أن تكون كذلك للأولمبي بنفس المستوى. هذا عشان تطمن برضو وتطمن الجماهير. نعم. بأنه التعدادات ممتازة. نعم. نتمنى أن ينعكس يعني هذه التطمينات كابتن حميد على اللاعبين وعليكم جميعا كطاقم مسؤولين عن تحقيق إنجاز رياضي. طيب دكتور حميد، كلمة أخيرة أريد سماعها منك لجميع الجماهير الرياضية، لمن تريد يعني توجهها نسمعها منك، تفضل. نحن شعارنا في دورة آسيا على الاتحاد الآسيوي ان احنا نقبل التحدي وجاهزين، وان شاء الله نحن قبلنا التحدي وبنشارك جاهزين ونقدم شيء لليمن في هذه الظروف، ونقدم عروض مشرفة. وايضا انا اقول واكد للعالم الرياضي انه نحن شركاء، وانا مكتبي مفتوح، وسنعمل مع بعض وتلافى كل السلبيات والأخطاء للظهور بمظهر مشرف في كأس آسيا وفي التصفية الأولمبية القادمة إن شاء الله. أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد شيباني، شكرا جزيلا لك دكتور حميد. وعودة أيضا بكلمة أخيرة للكابتن محمد النفيعي كمسؤول أو مسؤول أول من كإدارة فنية للمنتخب، ماذا يمكن أن نختم الحلقة منك دكتور محمد؟ تفضل. أشكرك يعني للأمانة يعني على البرنامج هذا الممتع، اللي للأمانة وضح للشارع اليمني وكذلك للناس يعني ظروف المنتخب وكذلك ما هي المستحقات القادمة بالنسبة للمنتخب. والأمانة أيضا أشكر الدكتور حميد على توضيع هذا الأمر كاملة، وأشكر أيضا الأستاذ بشير سنان، يعني الأستاذ بشير دائما معروف أنه داعم للمنتخبات الوطنية، وأتمنى يعني أن وأحييه على مبادرته في جلب الإعلاميين لمساعدة المنتخب، ورسالتي لهم إن شاء الله أن يقفوا مع المنتخب إلى إن شاء الله بإذن الله إلى نهاية آسيا، وتكاتف الكل مع المنتخب كإعلاميين وجمهور ورجال أعمال وحكومة. ثقوا جميعا كابتن محمد، ثقوا بأن جميع الإعلاميين اليمنيين والشارع الرياضي بشكل عام ونحن معكم في كل ما نملك، فقط نريد أن تقدموا كرات تشرفنا وتشرفكم وتشرف اليمن بشكل عام. أشكرك كابتن محمد مساعد مدرب منتخبنا الوطني، وكلمة أيضا أخيرة للجانب الإعلامي مع الأستاذ بشير سنان. أستاذ بشير، أيضا كلمتك الأخيرة تفضل. كل الشكر والتقدير للدكتور حميد شيباني، الرجل المرن، الرجل الذي يتعامل مع الإعلام الرياضي بصورة راقية تعكس القدرات التي يمتلكها الدكتور حميد والمكانة الكبيرة التي وصل لها على المستوى الآسيوي والدولي. أيضا الشكر للكابتن محمد النفيعي على كل ما يقدمه الكرة اليمنية والجهود المبذولة وتحمله للمسؤولية بشجاعة منذ البداية. الشكر الخاص لبلقيس قناتنا المحبوبة لأنها ربما القناة الوحيدة التي تناقش بجدية هذه المواضيع، ربما هذه الحلقة تسوى ألف ألف حلقة رياضية، وضحت الكثير من الأمور ووضعت النقاط على الحروف فيما يخص الأمور المالية واستعداداتنا والمباريات القادمة والمنتخب الأولمبي. وكل الشكر والتقدير لك أخي بشير على اهتمامك الدائم ومتابعتك رغم انشغالاتك السياسية، إلا أن قلبك في الميادين الرياضية حاضر في كل زمان ومكان. أشكرك الأستاذ بشير رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة، والشكر أيضا لأمين عام الاتحاد الدكتور حميد، وأيضا مساعد المدرب
الكابتن محمد النفيعي. ختام هالحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. دعواتنا وأمنياتنا لمنتخبنا الوطني بالنجاح وتحقيق إنجاز رياضي هام في بطولة آسيا. السلام عليكم ورحمة الله.